كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. ديالو كيتم المديرة ما كاينش على برا، كل واحد عنده حالو، كل واحد كيبيع ويشري الداخل. راه الحياة اليومية ديال الناس الساكنة راه كاينة في الحي، في المدينة راه ما كاينش على برا. هادو ما كيمشيوش كيخرجوش من المدينة، عندهم لي كوميرس الداخل، عندهم القوت اليومي الداخل. كل واحد فيهم خدام، اللي خدام في الفرن، اللي خدام هنا، اللي خدام هنا، اللي خدام هنا، اللي خدام هنا. فما يمكنلكش تخرجهم على برا وتقول المدينة هي هادي معروفة بأنها كاين واحد الحي في كل شيء، يمكنلكش تخوي الناس. فلهذا أنا الآن كاين واحد الآلية ديال التدخلات، عندنا التجربة فيهم، شنو ديال الدوم اليوم؟ راه كاين لا بي دي ال عندنا الوكالة ديال الدنيا كتدخل، كاين العمران كيدخل، كاين بعض ليزاجونس كيدخلوا. ما دور دابا الوكالة الجديدة في التدخل؟ واش هادشي بغيتها ترونسفيري لعندكم؟ واش تكون الوكالة هي اللي كتكلف مستقبلا في هاد البرامج ديال وهذه القضية نقطة أساسية كذلك في هذا التمويل، ما هو دور هذه الميزانية المخصصة كل سنة عندكم فيما يتعلق لنا لابد من أجل مسألة الاستباقية. راه أصعب حاجة هو فاش كترى شي حاجة وكيموت شي واحد، راه ما كتبقى ديك الساعة لا استراتيجية ولا تدخلات ولا شي حاجة، كيكون يأس وكيكون آلام وكيكون لودوي وكيكون الناس كلهم حازنين والمدينة حازنة، وراه كاين واحد التماسك الاجتماعي داخل المدينه اكثر بكثير من هذا. كتولي هنا وراه ما كاينش شي واحد اللي ما عاش هادشي فيما يتعلق بالكاين. فلهذا اسميت هما التدابير الاستباقيه، وراه كاينين لان كاينين لي رابور وكاين هذا، والسيد كيقول لك دور القضاء. باش نتعاون على دور القضاء، كاين جوج حوايج دور القضاء. الاليه للسقوط راه مكتوب المختبر اللي كيقول الاليه للسقوط، وخاصها تخرج ديك الساعه شي مواكبه. المواكبه ماشي هو القضاء، انه انت كتبغي تصلح وتخرج الناس وتصلح لهم يرجعوا، هذا مشكل. هذا بوحدو ومشكل ديال اللي كيكون نزاع ديال الكرا ولا بين المالك وبعد حاجه اخرى. هذاك القضاء كيتم الحسم ديالو، ما نخلطوش بين 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 جوج حوايج. كاين المهدده بالانهيار والناس راه مايمكنلهمش يخرجوا يخرجوا ونصلحوا لهم، وكاين اللي عنده نزاع قضائي ما عندها علاقه بهذه السقوط ولا شنو الآلية للسقوط، ولكن ما هو الهدف؟ ولذا نخرجوا لهم الناس باش ذاك الملك يدخل باش نصلحوا ذوك العائلات. هذا هو اللي هذا هو لون فوم مثلا فهموا السؤال ديال شنو هو؟ السؤال ديال وائل لا القانون باحترام ما كاين حتى مشكل، ولكن المساكن هو كان اجتماعي ما نساوهاش. راه الا جينا نديروها هكايا راه خصنا ندخلوا المدينه كامله ندخلوها، لان كل من الملكه راه ما ساكنينش، الملكه راه ما ساكنينش كلهم على برا. اذا الدور ديال الوكاله خصو يمشي تدريجي، لان راه الا بغيتي باش هذا خص كل جهه خص واحد لونتين ديال الوكاله يكون صحيح. ولكن اذا كان عندكم واحد العدد ديال الاليات، كاين العمران، كاين لاجونس شوبان، كاين لابيتا، كاين واحد العدد ديال ذاك اللي نشوفوا كيفاش. ولكن من الناحيه القانونيه كنهضروا القانون، القانون غدر الرخصه ولا كيعطيها؟ واش خصكم انتم كتشريو في الرخصه؟ اذا كتشريو في الرخصه لا، اذا ما غاديش تشريوش في الرخصه وما غاديش تديرو التمويل وما غاديروش الاشراف وما غاديروش هذا الشيء، تبقاو ديروا هذه الاستراتيجيه. الناس بعد ما يديروا بالوكاله، هذيك الوكاله هي اللي كتنفي الناس. خصو يشوفوا الوكاله في ارض الواقع كيشوفوها كثير ما يثقوش، لكن خص الثقه ترجع للمواطن. كيشوفوا واحد كيمشي كيصلح لهم، كيشوف واحد المهندس معماري كيمشي كيلقى لهم الحل، كيلقى لي بلوكي. راه المشكل بسيطة ومعمقة ومعقدة. الإصلاح راه ما ساهلش، والإصلاح راه ما كيداش في مكسب الدراسات، في مكسب كيدار غير عن بلون دو ستركتور بلا، ولكن بوندو التدخل عاد كيكون عاد كيكونوا الإصلاحات وكيكون لي بلون ديطايي في علمك غدا. واحد الكلمة قالها مزيان السيد الرئيس ديال الوزراء، ميتي كلمة واحدة مزيانة ما متفقش معاك باش نخرجوا المدينه، انا ما متفقش معاك نهائيا. وماشي هذا هو الاستراتيجيه ديال الدوله نهائيا. الا كانت في المدينه خصها تبقى عامره ما خصهاش تخرج، تعرف هذا لان المدينه باش نخرجوها ونديروا يلاه سميتو لي ميزون دور. اللي كاين هو هذه القضيه اللي هناس عليها مهمه جدا، لان التكلفه ديال الاصلاح محدد متفقين بان كاين واحد السوق ديال 40000 درهم ولا 60000 درهم اللي خصها، متفق معاك انها تتفاوت.
كاين البنايه اللي خصها 20 درهم، كاين البنايه اللي خصها 10000 درهم. كاين واحد البنايه تم اصلاحها انا حضرت عليها، واحد حضرت عليها في الملاح في الرباط، واحد حضرت عليها في القصبه هنا في المدينه العتيقه ديال طنجة، واحد تكلفات لنا 50 مليون، واحد تكلفات 90 مليون ار بلوس طنجة. حنا كاينين ار بلوس طنجة ونهار ترجعها كما كانت، حنا كانوا فيها الناس ما يمكنلاش 60000 درهم ديالها. انا متاهلين جامد ديالها، هذه متفقنا عليها، وهذه ميكانيزمات تبدا التدخل فيما يتعلق بالتمويل، ماشي ضروري انهم هما بوحدهم يكونوا، خصهم لابد من المراعاه ديال هذه، كاين حتى الخواص اللي كيدير له يدخل في هذه القضيه، راه كاين التماسك الاجتماعي، حتى الخواص اللي كيدير له يدخل في المساهمه ديال هذه، كاين جهه كتدخل، جهه كتدخل، مشيت كتعمل كيدخل، واحد العدد ديال المتدخلين ديالك، وحتى الخواص، ولكن بعد ما كنتش اللي كيدخلوا، وكيصلحوا. هذا الجانب كنقول لكم القانوني. عونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.